في مدينة صغيرة تقارب مساحتها 50 كيلومترا مربعا، سترى لافتات لشوارع عدة بأسماء عواصم عربية كهذه. تسمية الشوارع والميادين في مدينة غزة بدت مؤخرا تأخذ طابعا سياسيا مرتبطا بدول تقدم دعما ماليا لمدينة منهكة اقتصاديا. كثير من الدول تقدم الدعم لمدينة غزة، خاصة في البنية التحتية وبناء الشوارع والميادين، وبالتالي من باب العرفان والشكر تقوم بلدية غزة بالتشاور خلال المجلس البلدي، بالتشاور أيضا مع طبقات المجتمع المحلي تحت عنوان شركاء في التنمية في تسمية هذه الشوارع والميادين من باب الشكر والتقدير لهذه الدول حتى تقف دائما بجانب شعبنا الفلسطيني. تاريخيا لطالما أيضا عكست هذه الشوارع الحياة السياسية الداخلية المتقلبة دائما. هنا الميادين تعكس وجها آخر لمدينة مرت بثلاث حروب إسرائيلية مدمرة. الأمر يثير جدلا أحيانا بين مؤيد وآخر متحفظ. هذا معه حق وهذا معه حق. هناك حالة أعتقد أنا من الفوضى وعدم الاتزان وحالة من عدم الاستقرار في غزة. هذه الحالة تنعكس على الشارع وعلى الطريق وعلى مناحي الحياة الفلسطينية. وبين المساحات التي تمنحها الشوارع للسياسة والعسكرة يجد الفنانون مساحة خاصة بهم لمحاولة تغيير هذا الواقع. ستبقى السياسة تفرض نفسها على جوانب عدة من حياة السكان في هذه المدينة، فتتقلب تفاصيل حياتهم اليومية كما هي السياسة متقلبة دائما. صالح الناطور، العربي، قطاع غزة.